نبقاو دائما مع تطبيق الانستغرام، وهذه المره مع سناب شاتر ريفكا اللي خرج هذه المره في فيديو حطه على صفحته الخاصه وقال باللي راهم تواجد في الجزائر بعد ما تداولوا الناس بزاف وقالوا راهم تواجد في دبي وكيفاش خرج وكيفاش سافر. ريفكا هذه المره طلب من كل الناس والصفحات اللي راهي تنقل في هذه الاخبار يتحروا من المعلومه قبل ما ينشروها، وقال ثاني انه راح لدبي مره واحده في حياته ونشر حتى تاريخ زيارته الى اماره دبي. واش انا حاب نلحق بهذا الفيديو سي كو نتوما يا شبه صحفيين جو بريسيس باسكو اون دي جورناليست عندنا في البلاد اللي ما شاء الله عليهم. نتوما يا شبه صحفيين قبل ما تحطوا لافورماسيون تاعكم فيريفيو كو لافورماسيون تاعكم هي كريديبل، تاكدوا منها كون تبغوها.